الأدبي الأول والذي نستضيف فيه اليوم الروائي محمد المعزوز ابن مدينة وجدة ورئيس مركز شمال إفريقيا للسياسات وعضو الرابطة الدولية للأنثروبولوجيا. شغل ضيفنا منصب رئيس تحرير مجلة الاقتصاد والمجتمع ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة مراكش تنسيق الحوز ومدير الأكاديمية ذاتها في جهة دكالة عبدة ونائب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالقنيطرة بين سنتي 2004 و 2006 ومدير المركز التربوي الجهوي بوجدة. ولضيفنا الكريم مجموعة من الأعمال المسرحية منها مملكة الشعراء والماء والقربان وابتهاج الرؤية ورواية رفيق الفصول بالإضافة إلى كتاب قيم بعنوان مضمرات الممارسة السياسية بالمغرب. وقد نال جائزة برشلونة كتابة فلسفية عن كتاب بني رشد وأسس الاختلاف، كما حاز على جائزة المغرب لكتاب عن رواية رفيق الفصول، حاصل على دكتوراه في الأنثروبولوجيا السياسية من جامعة سوربون بفرنسا ودكتوراه في علم الجمال من جامعة محمد الأول ببلدنا الحالي. واليوم وبمدينتنا أزرو وبإقليمنا إفران نتشرف باستضافة هذه المعلمة في هذا الحفل الذي تنظمه جمعيتنا وجمعيتكم تزغرت حفل توقيع روايته بأي ذنب رحلت، والتي هي امتداد لتوجه فكري جديد وبطريقة سردية جديدة تعالج كل الاختلالات التي يشهدها العالم من اختلالات في القيم وكذلك على مستوى علاقة الإنسان بذاته وبالعالم الذي يحيط به. وهي مناقشة درامية لما يشهده العالم اليوم من حيوانية وهمجية تتمثل في الحروب والمآسي التي يعرفها العالم. وتماشيا مع أهدافنا في الجمعية وإيمانا منا أن الثقافة هي الحل لتعزيز مكانة المجتمعات ورقية، فالمثقف مسؤول أمام المجتمع والضمير في حال تقاعسه، فالمجتمع ينظر إلى المثقف كمدافع عنه وحافظ لوجوده الحضاري، بينما لا يكترث الناس لتغير مواقف السياسيين عكس المثقف. فالثقافة إذن جدل من التداعيات الفكرية الواعية والناضجة التي تجعل المرء يستكشف خبايا نفسه مثلما يستكشف خبايا محيطه حتى يصل في النهاية إلى دائرة الرؤية العقلانية لحقيقة الثقافة الإنسانية، لأن الإنسانية في جوهرها واحدة وإن تنوعت وتعددت مشاربها الثقافية. أشكركم على الحضور وأتمنى التوفيق لضيفنا الكريم الدكتور معزوز الذي شرفني اليوم لإطار الوطني الذي نتشرف به اليوم، وأشكركم كذلك مرة أخرى على الاستجابة لطلب جمعيتنا، وشكرا لضيفنا وشكرا لكم. شكرا أستاذ محمد. في الواقع أنا أشكر بدوري الجمعية لأنها أتاحت لي فرصة أن أكون حاضرا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.